تحية جديدة لكم مشاهدينا، وأيضا نروح لتوب شيف حيث نجح المغربي الشيف عصام جعفري في الفوز باللقب لهذا الموسم من برنامج توب شيف العالم العربي بعد تفوقه في نهائي أضخم برنامج مسابقات طبخ توب شيف مش أي شيف. كاميرا صباح الخير يا عرب كانت في كواليس التحدي، خلونا نتابع. كاديلاك XT5 الأولى على الإطلاق. سنسوداين المطور ترميم وحماية لترميم أقوى. قدامكم مرحلة أخيرة، ساعة ونص تفصلنا عن تتويج توب شيف العالم العربي، ساعة ونص حتقدموا لنا خلالها قائمة طعام من اختياركم مباشرة أمام الحكام والضيوف. بعد في دقيقة. ألحق. ما كنت تتخيلي، يعني كنت متوقع إنه راح يكون عندنا وقت كفاية يعني. مع نهاية الخمس دقايق الأخيرة شفت إنه أنا عم خلص نهاية آخر طبق. يغمى علي بصراحه من اول شيء من الشوك، يعني من المفاجاه انه انا كثير فرحان علي، يعني ما بعرف كيف اعبر عن شعوري، بس خلت انه في وقت خلت انه لقب توب شيف راح، يعني فيعني كان بالنسبه لي يعني قرار لجنه تحكيم مفاجاه بالنسبه لي، يعني فوز بلقب توب شيف يعني كان حلم كبير من بالنسبه لي واليوم تحقق. أكيد بهني اليوم عصام بحصوله على اللقب. عصام بيستاهل وشيف شاطر وقدم كتير تقنيات عالية بالمسابقة وبالتحديات، وأكيد بتمنى له كل الخير إن شاء الله والحظ. أقول له عصام اليوم مبروك جدا. عصام كسب كأني سوا، كسب من كل قلبي. هو عارف إحنا قد إيه كلوز لبعضينا وقريبين من بعض، وأنا مبسوط جدا بفوز عصام النهاردة. برافو عليك، مبروك. Being the top chef in Middle East Sharq al-Awsat is a very very admirable and you should be very proud. بقول له لشيف عصام أول شيء مبروك وبهنيك على نيلك لقب توب شيف العالم العربي. وهذا كله بمجهودك وبتعبك. صراحة أنا عندي ببكي فرح لشيف عصام، أنا مرة مبسوطة له، تقديمه شخصيته أكله كله على بعضه يستاهل وبجدارة ذا اللقب. عصام توب شيف. فيريرو روشيه ثمينة كالأشخاص الذين نحبهم. تشكيلة ساتي الجديدة اللي كل قطعة فيها مجمدة فردياً. و
مشاهدينا نبارك للشيف عصام على لقب توب شيف العالم العربي الموسم الأول. عصام كان المفروض أن يكون متواجد معنا ولكن للأسف تعذر حضوره لأمور لها علاقة بتأشيرة الدخول إلى الإمارات. ولكن خلونا نرحب بضيوفنا لجنة تحكيم توب شيف، الشيف منى موصلي والشيف مارون شديد. نهنيكم على نجاح الموسم الأول ومنورينا وصباح الخير. شكرا لك. الله يخليك يا رب. خلينا نبتدي معك شيف منى، بعد يعني هذا الموسم والحلقات وهذه الملحمة التعبير، أبرز يعني لو تكلمنا عن أبرز علامات هذه التجربة اللي خضتيها. صراحة أول شيء حابة هني شيف عصام على أنه كسب. صراحة من جد كان يستاهل، ترك من جد لمسة سحرية، يعني طريقة تقديمه وطريقة أكله كل شيء فيه بين للعالم العربي أنه من جد نحن عندنا شفية محترفين بدا المستوى، وكل اللي وصلوا أحب أهنيهم أنهم وصلوا لهذه المرحلة. نعم. البرنامج دائما أقول وحقعد أقول خرج من قلبي، وإن شاء الله يكون وصل طبعا لقلوب كل الناس. كان برنامج غير شكل، مو بس ما هو أي شيف، برضو مش أي برنامج. صراحة يعني كل البرنامج على بعض كان في روح رياضية، كان في فنون الطبخ، كان في المتسابقين روحهم مع بعض، نحن كلجنة تحكم كيف عندنا كان كيمستري مع بعض. البرنامج كان بالنسبة لي يعني نجاح، وكيف فريق الإنتاج كلنا مع بعض كان يعني جميل إبداع. شيف مارون، التحديات في الحلقات كانت جدا كبيرة. نعم. ولكن كيف يعني قدرتوا أنه يعني تخرجون أفضل ما عند المشتركين؟ البرنامج توب شيف هو برنامج ما في شك للشفية المحترفين، وعطول توقعاتنا كانت انه حيلا او اي تحدي بدنا نختاره مفروض يكونوا على قد التحدي، واللي بده ياخذ لقب توب شيف لازم مزبوط يكون بيستاهل هذا اللقب. وهنا بما انه عصام اخذ لقب كمان بدي هني عصام، لانه عصام بيستاهل ياخذ لقب. بخلال مسيرته بكل البرنامج كان عنده ثبات كامل وعم يطلع طلوع، يعني ما كان عنده هالطلعات والنزلات بأدائه. كرمال هيك التحديات اللي انعملت، يعني اللي كان بالصحراء ولا كان بالبحر ولا كان على برج العرب ولا كان مثل ما شفته، يعني ما في ما في ما في مطرح بنقدر نتخيل لما كنا موجودين فيه. والشيف هو لازم يتأقلم مع كل هالتحديات حتى بحياته الطبيعية اللي هي كل يوم بيومه بقلب مطبخه، لأنه كمان هذا تلفزيون الواقع عنده، فنحن عم ننقل كمان واقع اللي بيعيشه الشيف كل يوم بمطبخه والتحديات اللي بيعيشها والضغط اللي بيعيشه اللي أكيد شفناه بالبرنامج. صحيح. ويمكن هو هذا مثل ما ذكرت أنه يبين الصورة أنه الشيف والضغط اللي هو موجود فيه. يمكن احنا لو نروح لأي مطعم شهير لما ينقسم تقسم المطعم في قاعدة حلوة وسيرفس حلو، ولكن في معركة قاعدة تصير بمكان. أيوة، ما حدا يحس. تعبيرك كتير بمحله، يعني بتبقى قاعد بالمطبخ عندك جوا فريق كامل متكامل عم يركض عم بيشتغل عم بينسق، وعندك برا بتطلع على الصالة برا بتشوف رواق، بس العالم ما عارف شو عم بيصير. عشان كذا نحن دائما نتناقش في كل حلقة، لأن نحن كنا بنحكم حلقة بحلقة، ما كنا بنحكم على تاريخ المتسابق. ليش؟ لأنه دائما شيف مارون كان يقول لي بس نحن لما نروح مطعم ومرة واحدة مطعم تحبه أنت ومرة واحدة يجيبوا لك أكل بطال تخسر. صحيح. يعني خلاص. صحيح. ما هو يعني بالنهاية الشيف هو يعني يشبه الفنان، يشبه اللاعب، لازم تكون حالته المزاجية، يعني لازم يخرج من القلب. بالضبط. احنا شفنا مشاهد لك منى او من خلال الحلقة الأخيرة في مشاهد دموع، ولكن احنا تعودنا على مشاهد دموع هذا كل نهاية حلقة، يعني سر هذا التعلق مع بالمتسابقين. اقول لك اول ما بدانا البرنامج قالوا لي انه حلو انك لو تفاعلتي مع المتسابقين تزعلي عليهم كذا، فانا قلت لنفسي بس ليه ازعل عليهم، انا اعرفهم، يعني دائما تتعلق في الناس ولا تبكي على الناس اللي انت تحبهم وتعرفهم. بعد تقريبا ثالث حلقة كل ما احد يخرج احس بيجيني بكى مو طبيعي، وما ابغى ما ابغى مكياجي يخرب صراحه. طيب بس ماني قادره والله العظيم، احس انه اولا الموقف جدا صعب اللي نحن بنقوله، ثاني لان احس انه انا بقول لده الانسان انه خلاص حتوقف حلمك هنا. نعم. كان يعني مره مؤثر، وكمان انه حبيناهم وتعودنا عليهم وحنفارقهم. نعم. حلو والله، حلو هذا يعني الاحساس الكبير عندك انه تعيشين حاله الاخرين. طلع كبير بزياده. شيف مارون، كنت تتوقع يعني مستوى النهائي، هل كنتم متوقعين انه راح يكون بهذه القوه بهذا الاداء؟ من خلال البرنامج
البرنامج وتقدموا البرنامج وحلقات اللي مرقنا فيها، كنا عم نشوف المشتركين كيف عم بيتطور وكيف مستوى التحديات عم بيعلى وكيف مستوى التحدي بين بعضهم عم بيعلى، لانه في لقب وفي ثلاثه بدهم يحاربوا لحتى يوصلوا للقب، والثلاثه اللي بقيوا بيستاهلوا يكونوا بالنهايه ما في بدون ادنى شك. وكنا متوقعين، ما كنا بنعرف مين بده يربح، لانه بتوب شيف بكل حلقه بترجع للدرجه صفر. يعني مش انه عصام لانه كان ثابت بكل البرنامج، لو ما كان ثابت بالنهائي ما كان وصل، ولا هالة ولا ساوي ولا كل المشتركين. عشان هيك ما كنا بنعرف مين، يعني ما كنا كان متوقعين، بس مستوى التحدي على الاكيد كنا متوقعين يكون هالقد قوي. جميل. شيف منى وشيف مارون، توقعاتكم للموسم القادم من توب شيف بعد هذا النجاح الكبير للموسم الاول؟ أنا أتوقع أنه إن شاء الله يا رب بيكون من نجاح لنجاح، ويا رب نتعرف على مشتركين جداد ونشوف مواهب جميلة جديدة، ونحن بالعكس نبغى نشجع كل الشفية ونبغى نشجع كل شفية العالم العربي ونبغى نشوف مواهبهم ونبغى نوري العالم. أنا أتوقع من بعد نجاح أول موسم من توب شيف على ام بي سي رح يفتح أبواب لكتير شفية ما كانوا ممكن متشفين مواهبهم ولا كانوا عارفين انه الشيف هالقد اهميته بالمجتمع. فرح يصير في كتير ناس شباب، وانا بشجع كل الشباب اللي عمره 18 ل 40 يقدموا على توب شيف، يجوا يخوضوا التجربه، لانه هذه رح تكون تجربه مميزه بمسيرتهم المهنيه، واكيد رح تاخذهم لمستوى ثاني بمسيرتهم. شيف منى وشيف مارون يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. انتم دائما تقولون للمشتركين سلموا سكاكينكم، احنا نقول سلموا المايكات. يعطيكم الف عافيه. يا لهوي. طيب يعطيكم الف عافيه. الله يخليك ويعافيك يا رب. عمرك بين 18 والأربعين سنة؟ أهلا وسهلا فيكم في توب شيف. أنت شيف محترف؟ تخرجت حديثا من معهد الطهي؟ تقدمتي اليوم؟ عيب. ركض. أنت متمكن من تقنيات الطهي وتهوى التحديات؟ 45 دقيقة. الوقت بدأ يداهمني. It's a tough show. هيك أحلى. ترغب بالمشاركة في الموسم القادم من توب شيف؟ مش أي شيف؟ على المجانين. لا صاحبي لا كلامي مش هبا لذيذ بالصراحة. ما ينفع زي كده. املأ استمارة الانتساب على الرابط التالي